تقوليش كيف حماميت انت والمسيو بالدنيا ومعكم صغيرين وربي يفضلكم. حاجه اخرى نكهه اخرى وي وي انا جينا نبدلوا في الجو على الاقل. واحد ستريس جمعه كامله نتاع خدمه وتونس وامبوتياج وانا نسكن في غرومبيليا زاده كيف كيف. دونك انا جينا نبدلوا في الجو جبنا اصحابنا جينا نبدلوا في الجو. بصراحة شكون اللي قنع صاحبه؟ أنت قنعت المسيو ولا المسيو اللي قنعك وقال لك نمشي؟ نحن اللي نعرفه أنا اللي نعرف كل صحيح. الراجل يقول لك ديما يقعد في الدار بيوتي يحب الركش يحب الشيو. كب رجال كل كب. هاكا أنا نكلم صاحبتي وهاكا وهي تجيب راجلها وأنا نجيب راجلي. هاكا وإحنا اللي نحكموا ما نصيحات. هذي عاودها لي قلت لي احنا نسي احنا اللي نسيروا. ايوه سيطرة هكا هاو السيطرة لازمك هاو خويا الكبس يجيب. انا تو كنت نحكي مع المدام قالت لي الكبس الكبس يجيب انا مسيطرة قالت لي. لا لا صعيب ياسر صعيب ياسر. تفاهمينك تفاهمينك هاو احنا ماشيين بالفهم هاكا بالفهم بالفهم بالفهم. قل لك الراجل هو اللي يتحمل مسؤولية الخرجة ديما أمور مصروف هو اللي يصرف على يصرف كل شيء ولازم يمشي بحذا المرأة ويهز السوش المرأة ويتلي يحمل الصغير. لازم المدام تكون متفردة وعاملة الجو صحيح هذا ولا هو اللي يكح؟ لا مش صحيح أما يكح هو صحيح أما مش يهز كل شيء. لا اللي تخلي الدار بيك ودي تكح. لا أنا مش مكح بركة شوف. انت والمدام وصاحبك ومدام تاعو خرجتوا جايين هوني باش تعملوا دوره وجو ومحواس. اي كيما مستنسين معناها كل شهر هكا نعملوا خرجتين ثلاثه. منين جيت؟ من غرومبيليا. من غرومبيليا. انا حكيت مع صاحبك ومرت صاحبك قالك جينا هوني باش نعملوا جو وكل شيء نتفرجوا به. انت شكون اللي جابك هوني؟ انت جبت المدام ولا المدام جابتك بصراحه؟ والله المدامات الزوز تفاهموا من بعد احنا طبقنا فهمت؟ كاو شدينا الثنين. يقول لك الراجل ديما يكح يصرف. بيان سور اللي يطوف يكذب عليك راه حتى المراه تخدم الراجل ديما يكح. نحن نعرف نقول لك انا ناخذ مراه باش تعاونني على الدنيا وتهز معايا وذن القفه. اما لباس شفت الحقيقه نتاع ربي لباس الكل عند الراجل فهمتني معناها مصروف الدار والخرجات وكل شيء. اما اللوكس هذاك اللي البلوس تعملوا المراه فهمتني تحب حاجه مزيانه ومقدوده بالكدا هي المراه اللي عندها توش نتاعها تكمل. حكيت المراه قالوا لي خويا احنا مسيطرين الرجال معانا ما يبوجيوش هوني انا مسيطره. والله ايش باش نقول لك؟ والله ليه ليه فماش منها الحكايه هذيك ترجع لشخصيه الراجل. وصل لي قال لي شخصيه انا ملي ذبلت عينيك وقلت لي اما تخلي الشك. مسيطره في شنيه مثلا؟ ما هو حدد سؤالك فهمتني؟ حلو بالضبط. نفهموا بعضنا فهمتني؟ انا حاضر مسيطره في كل شيء. لا لا ولا لا الراجل اللي اسمعني شكون السيد في الدار؟ السيد فماش سيد جمله فهمتني؟ فما لبوه فما السيد ما فماش السيد ما فماش راجل يضرب النوم اجي بيه. والله اسمعني شفت على 10 مرات مسيطرة تحكي 10 مرات نتاع تسيطير بعد 10 مرات لازم تعرف اللي سيد توب خاطر بعدها باش تصير كارثة. ايوه فهمتني معناها المرأة لازم تدوزي في السيطرة نتاعها فهمتني شوية 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 ارخف تلقى ما تكبس عرفت تعكسها تكبس اكبس تلقى ما ترخف. وين ماشي باش تعملوا دورة كادو؟ لا كملنا لعبنا صغار في المانيج لهنا نعملوا دورة في المدينة شوية و تفرهدوا صغار تو وقتكم توما تو تفرهدوا رواحكم قهوة كي على البحر ولا حاجة خفيفة معناها ياسمين الحمامات حاجة أخرى حاجة ولا حاجة خويا تير على الأخر صح شوف فيك حتى هبط لي كاميرا باللوتة شوف خويا التنسيق شوف الحتة شنو هذا كل والله خويا فهمني سارية خويا سارية اليوم خويا ماك تعرف ياك حد واحد يخرج تبحيرة ويتفرهد وكذا بالله حد بالله حد خويا وين ساري اليوم؟ نشوفك حد يا خويا ساري اليوم وين؟ يا خويا بلايص لهنا يا خويا المدينة لا لا يا خويا كاليبسو البارح فهمني يا كالمدينة خويا لهنا الجو كليك موجود خويا لا بالي طوال خويا فهمني ركشة مزيانة خويا قاعدة نظيفة في اي بي فهمني بانك تشيخ خويا تعمل جو وتشيخ تشيخ على الاخر حمامات بنسمي عليها الشيخ يقول لك الشيخ على عجله خويا لهنا على عجله خويا بالرسمي بالرسمي من اعز البلايص خويا تشوف نخلو بحر تحس روحك في المالديف صح ولا بالرسمي خويا شيخ المالديف ولا تحس روحك في المالديف خويا
باهي. تصرفوني كما المالديف ولا؟ والله لا خويا، انا بري بيرسونيل ديما يمشي خويا. احكي لي انت تو وين ماشي؟ والله خويا انا لهنا مش البراسيري خويا، ناكلوا حاجه خويا وبعد ما عرفوش الوجهه وين، نورمالمون لا بريتوال خويا. بعد من نص الليل وانت راجع تبدا سهريه؟ تبدا سهريه خويا بعد نص الليل، فهمني؟ واحد والله يا خويا نستنى في القطيس اخويا. شنو القطيس؟ سمعني اللغه، شنو القطيس؟ والله استنى في الطفله، ايه في المجيره هكاك صح. تربش بها قطيس. ايه. الدنيا وديكور. الدنيا خويا وديكور، هذيك ايه مش بانك واحد خويا تقلق. وحدك تقلق. ايه. اذا معك شكون ما تقلقش؟ لا لا خويا بالطبيعه ما تقلقش، حتى وحدك ما تقلق. لا وقت الدنيا. يدي جونا بها يا خويا. اول 11 ونص تو بالضبط، لحظه برك نشوف الوقت، تو نص الليل غير درجين، مازالوا درجين، تفطر فيهم وتمشي. نمشي البراسيري نعملوا حاجه ناكلوها فهمني، بعض اخونا ياسين فهمني، من عز البلايص خويا في المدينه فهمت؟ اي وبعد خويا هكا لابالي توال. شنو حكايتك؟ اللي متعادي يسلم عليك واللي راجع يسلم عليك. حمامات سيد خويا نسكن في بوفيشه لهنا فهمني، هذه حمامات ياسمين تتبع بوفيشه خويا. اما ناقصه شويه لهوه خويا فهمت؟ شويه برك لهوه خويا. تحسن الدنيا بقدرة الله. يقول لك حمامات في الليل ترقى ناس أخرى وحاجة أخرى، ناس تعيش كين بالليل. احكي لي على عيشة الليل وجو الليل. خويا أنا عايش بالليل فهمني. إي فيق تويك أخويا. هكاك أخويا فهمني. أنا قلت لك تمشي بحذا صاحب ياسين خويا براسيوري من عز البلايص، براسك راك شفتها البلاصة فهمني، من عز البلايص في حمامات في المدينة. وبعد قلت لك بحذا مريوم وانيس لابالي طوال خويا. وعلى عجلة خويا. جو خويا والشيخ. قولوا بالاكوال قولوا الرايد. ايه الرايد زيري خويا والركشه خويا بالرسمي خويا. ابداع ابداع. دي شونتور الجيريان وعندنا مريم فهمني، مريم الجزائرية فهمني. ايه مريومة فهمني. ايه قاعدة قاعدة بالرسمي في اي بي خويا تركش ترتاح فهمني. سيكيورتي على الاخر خويا. مرحبا بكم في حمام السيد. وبيك. يرحم والديك. شو جوك؟ والله الحمد لله. فورمة. فورمة لاباس. شو حكايتك؟ اش بيك انت احكي لي؟ بيا في المشموم والحمد لله نصرف على الدار وعلى العيله. ورينا نشوف في مشموم شرك؟ ياسمين المشموم. ياسمين. ياسمين الفل. ايه. تخدموا فيه؟ نخدموا فيه من حمامات نور. معناتها تجيبوا من حمامات من هوني معناتها تخدموه؟ نخدموا نبيعوا كعب ب 2000 نشرب 700 نبيعوا فيها ب 2000 والحمد لله. الحمد لله يا رب. الحمد لله، السيزو هي تتحرك بالشوي وعلى ربي. وانا نخدم على العزوز والشايب. الحمد لله. انت مش في وجهك، انت انسان مناضل تتسمى، قلت تخدم على عائلتك، انت انسان مناضل يعطيك الف صح. احكي لي شوي هوني على الجو، فما بيوع ولا كيفه؟ والله الحمد لله سيزو هكاك برا، انا نبيع في المسموم وندبروش 10000 مصروف ونروح ونمشي. مرحبا بكم يا سيدي في الحمامات وديما احلى بس حمامات. الورده هذه قد ايش سوم هاي؟ الورده هذه ب 2000. نساعدوه يحب يشري زوز ثلاثة نساعدوه. هاو الوردة أخس ياسمين الفل. ياسمين الفل هاو شم هاي ياسمين الفل ورد. والحمد لله نخدم أرواحنا ونكون أرواحنا ونبعدوا على المشاكل وعلى السرقة ولا على الحكايات هذيا ونمشي ديما كالمين. أنت تو بالفرملة هذه تسمى فرملة حسب ما نعرفين، عاد عامل الريق وعامل كل شيء. مالا سيدي نعمل الريق وكل شيء، نخدم أرواحي المهم نكون روحي. مهم نكور روح. عندي بابا وامه مسكنين قاعدين في الدار في قروين نصرف عليهم. انا عندي اخوي الكبير ان شاء الله ربي يجيبه في الصواب في ايطاليا. تبع في داركم ومستوره والحمد لله. والراجل شاقي ولا محتاج؟ الراجل شاقي ولا محتاج؟ نخدم على روحنا نصرف على الليله وهذاك هو.